هذه العملية نقوم بها في إطار يعني المساهمة في المنتوجات، توفير المنتوجات السمكية خلال الشهر المبارك. هذه العملية تشهد تسويق سمك الدوراد في بسعر يتراوح ما بين 900 إلى 1000 دينار جزائري، وكذلك سمك البلطية الأحمر في حدود 500 دينار جزائري. وهذه العملية نقوم بها من خلال يعني توفير المنتوج مباشرة من المنتج إلى المستهلك. قمنا بتسويق يعني سمك البلطي الأحمر في حدود 4 أطنان و500 كيلوغرام جزائري، وسمك الدوراد في حدود 3 أطنان و400 كيلوغرام جزائري وكيلوغرام. وهذه العملية سوف تتواصل خلال الشهر الفاضل، وهذه العملية تشمل عدة نقاط بيع فيما يخص أسواق الرحمة على غرار ساحة الشهداء، كذلك الحراش، كذلك حسين داي، هراوة، دراريا وعدة نقاط أخرى. هناك عدة ولايات اللي قمنا بهذه العملية على غرار ولاية وهران، تيبازا، سيدي بلعباس، عين الدفلة، يعني عدة ولايات، بالإضافة إلى أنه تم تسخير يعني عدة نقاط بيع على مستوى المسمكات المتواجدة عبر موانئ الصيد البحري. هذه تدخل في إطار الاستراتيجية القطاعية التي تهدف إلى مرافقة كل المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في الاستثمار في هذا المجال، وبالخصوص في تربية المائيات. وهذه مناسبة لكي نشكر يعني باسم السيد وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية كل أصحاب مزارع تربية المائيات الذين انخرطوا والذين ساهموا معنا في إنجاح هذه العملية خلال الشهر الفاضل، واللي بينت بأن هناك أثر إيجابي على الأسعار. وان شاء الله يعني هذا يكون يعني مؤشر خير من اجل يعني زياده في المنتوجات الصيديه المتعلقه بتربيه المائيات، وكذلك توفيرها في يعني في حدود يعني اسعار اللي تكون معقوله لفائده المواطن الجزائري.